عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة والحصرية من قلب الحدث من فندق كونكورد الفجيرة لتغطية أحداث ملتقى الفجيرة الثقافي الذي يتزامن مع جائزة راشد للإبداع. نود أن نرحب بدكتورة رزان إبراهيم محكم في لجنة التحكيم لجائزة الشيخ راشد للإبداع فئة الكبار وأيضا رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة البتراء بالأردن. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا، شرفتي ونورتي دكتورة. ببداية الحديث، الكثير من المحاور تم نقاشها في الجلسات الأولى والثانية، ولكن بداية سؤالي، انطباعك عن الروايات التي تم ترشيحها لجائزة راشد للإبداع. نعم، الحقيقة أنه في أكثر من ملاحظة. بداية أنه الروائي العربي منشغل بالواقع من حوله، يعني الواقع السياسي كان حاضرا، لكن للأسف إذا أردت أن أتحدث عن المستوى الفني والمستوى الجمالي، أنا شخصيا وحتى زملائي انبهرنا أنه فعلا الفئة الثانية، يعني حتى أوصل كلامي بشكل جيد، ليست الصفوة. بداية إحنا استلمنا 12 رواية، كل واحد من لجنة التحكيم اللي إحنا عددنا 6، كل واحد منا اختار روايتين هما الأفضل من بين الروايات التي قرأها. من بعد ذلك تم توزيع 12 رواية اللي هي خلاصة ما قرأناه جميعا. بعد ذلك وضعنا علامات، من خلال وضع العلامات تم اختيار القائمة القصيرة اللي هي عبارة عن 5 روايات. ولكن بالأمس الأمس قمنا باختيار الفائزين الثلاث. انطباعي فعلا أني يعني أنا تورطت في أكثر من لجنة تحكيم في جوائز عربية مختلفة، لكن لفت نظري أنه فعلا الفئة الثانية اللي وصلتني كانت تتمتع بمستوى فني وجمالي عالي، على الرغم احيانا من حاله الاكتئاب اللي كانت اخرجتك. لانه واقعنا يعني ليس سهلا، واقعنا صعبا، وما نتوقع من الروائي انه يقف موقف المتفرج مما يحصل حوله من احداث، فهذا الواقع اللي حولنا قام بنقله. والجميل ايضا انه في تنوع يعني من مختلف مناطق العالم العربي. وحتى الجانب المعرفي اللي في بعض الاحيان احنا لا نمتلك التفاصيل بشكل كلي. طبعا أنا كمحكمة يهمني كيف يوصل الكاتب والأديب، أين هي نقل الصورة ربما بكل حيثياتها. نعم، الفنية. فحقيقة أنا ممتنة لأنه كنت أقرأ بمتعة حقيقة. هل تم توظيف التقنيات؟ ماذا عن الحبكة القصصية؟ وأيضا أود أن أتوقف معك عند المعايير التي اتبعتموها كلجنة تحكيم. شوفي، سأبدأ من حيث المعايير. أنت حينما تتحدثين عن العلوم الإنسانية يصعب أن تضعي معايير صارمة ترجعين إليها، بحيث يعني ليست معادلات رياضية. نحن بشر ولنا ذائقتنا الفنية وذائقتنا الجمالية، ومن الصعب جدا أن نتوحد في هذا المجال. لكن كلنا يعني كان في اتفاق بيننا علما أنه لم يكن أحدنا يعرف الآخر، وهذا دليل على أنه حيادية اللجنة. الحيادية، نعم، يعني والمهنية العالية، نعم، على بعض فقط هنا. والجميل أيضا أنه حينما نزلت القائمة القصيرة نحن كلنا شعرنا بارتياح، لأنه فعلا هذه هي الروايات الأفضل اللي ارتقينا فيها. طبعا في الجلسة النهائية كان في خلاف أنه يا ترى مين بتستحق، كان صعوبة في الاختيار. مش صعب، لأنه كان في اتفاق تقريبا. فإذا هاي من ناحية المعايير. هلا بالنسبة لو جينا نحكي عن التقنيات والأدوات الفنية اللي أحسست أنها استخدمت، يعني طبعا لكل كاتب طريقته، لكل كاتب أسلوبه، لكن أنا لاحظت أنه في عودة من جديد إلى الواقعية النقدية عند الكتاب. ودائما إحنا بنقول الشرط التاريخي يفرض طريقة التناول. ماذا تقصدين بالواقعية النقدية؟ هي عبارة عن تتخيلين الكاتب يمسك بهذه الكاميرا المتنقلة
ورصد الأحداث ما حوله ويرصد ما الذي يحدث، لكنه لا يقدم حلولا أكيد. يعني مثلا خلافا مثلا للواقعية الاشتراكية اللي في فترة من الفترات حلول نسميها الواقعية المتفائلة والواقعية الإيجابية، لأن الروائي كان يرى أن هناك حتمية بأنه الظلم هذا يذهب وسيزال، يقدمون على مستقبل أجمل. الآن الروائي لم يعد هو نفسه الروائي الذي كان يكتب بروح متفائلة وإيجابية، على العكس من ذلك الرؤى المستقبلية التي يحدثنا بها الروائي هي ليست رؤى تبشر بالخير للأسف، وإنما هي نقل وقائع فقط من ينقل لها طبعا لكن لها فائدتها، لأنه أنت تستثير القارئ وتحفزه على الوعي النقدي من خلال رصد هذه، ولكن دون أن يكون فعال، دون أن لماذا؟ ما هو الحائل دون ذلك؟ هلأ في بعض الأحيان مثلا أنا في عندي ناقدة مثل نانسي هيوستن في لها كتاب تحت عنوان أساتذة اليأس، تقول يعني تطرح هذا السؤال، أنتم الروائيون إذا كنتم فقط تعيدون إنتاج هذا البؤس الذي نعيشه بصورة مختلفة تنقلونه طبعا ضمن ليس مطابقة حرفية، ينقلونه في إطار فني جمالي، إذا إحنا أردنا من الرواية أن تؤثر على البشر أنتم تنقلون بهذه الطريقة، معنى ذلك أنه كأنكم تقولون للقراء الطريق مسدود ولا يوجد حلول، لكن لا، في نهاية الأمر أنت وضع الأصبع على الجرح. نعم نعم، هذا في تحفيز، وحس حتى الأشياء عندما تشتد ظلمة وتشتد حلكة أنت تتحفز من أجل أن تغير هذا الواقع بطريقة أو بأخرى. منذ زمن نجيب محفوظ في كتابته لرواية عبث الأقدار في عام 1999، هذه الرواية دكتورة التي نالت صيتا في الوطن العربي وضج وبلبل في يعني تراجع نجيب محفوظ إلى ذهابه بأنها رواية فلسفية، تغيير نمط الرواية. هل تعتقدين أن اليوم لدينا جيل صاعد قادر على وضع الركائز القوية للرواية وحفاظها على الرونق الأساسي؟ تعرف يعني يشيع القول هذه الأيام إنه هؤلاء الشباب يعني عازفون عن القراءة ويعني بعيدون عن المشهد الثقافي. للحق يعني أقول من خلال احتكاكي بهذا الجيل الجديد، لدينا مجموعة جميلة ومجموعة تبشر بالخير، ويعني حتى في أكثر من مكان هنا كنا نذهب لعقد مؤتمرات وندوات كنت أفاجأ بأنه بعض هؤلاء الشباب حتى بعض منهم يعني أطباء مهندسون يأتون إلينا ويحدثوننا عن انخراطهم في المشهد الثقافي ويسألوننا ما الذي يمكن أن نفعله. أنا في جيل من الشباب سأحدث أنا من حيث وجود جانب إيجابي وجانب يعني يبشر بالخير، لكن في المقابل هناك بعض الشباب المتسرع واللي بيكتب أحيانا، نحن بما أنه عم نحكي في إطار الجوائز، بيكتب وفي ذهنه أنه يريد أن يكتب بشكل سريع من أجل أنه وقت تيجي موعد الجوائز يكون روايته جاهزة، بصير في نوع من التسرع. فالجائزة شيء جدا إيجابي، شيء جدا جميل بالنسبة للشباب ومحفز لهم من أجل أن يكتبوا، لكن اللي عم بيصير إنه أنا في المقابل رأيت العديد من الشباب اللي يريدون أن يصلوا بسرعة. أنا دائما أقول لهم لهؤلاء الشباب هذا الكأس لا يستطيع إنه يخرج ما في ده قبل أن يمتلئ، يعني املأه بداية ومن بعد ذلك سيفيض هذا الكأس بما نحب له. وأنتم كلجنة التحكيم بالتأكيد سوف تستشفون هذا من خلال قراءاتكم لهذه الروايات. دكتور رزان، هناك وجهة نظر تشاؤمية للأسف إنما تشير إلى وهن آليات التعاون الثقافي العربي في خلق منظومة عربية ثقافية متناغمة متكاملة متجانسة. نحن اليوم من هذا المنبر، من منبر منتدى الفجيرة الثقافي، كيف تردون على وجهة النظر هذا؟ هذا الملتقى بحد ذاته هو يعني مشروع أو جزء من مشروع من أجل لقاء المثقفين العرب من مختلف البلدان. أنا الآن يعني شاهدت مثقفين أو روائيين وكتاب من سوريا، من الجزائر، من العراق الشقيق، من مصر، نتبادل وجهات النظر. يعني هناك جلسات جانبية نتحدث فيها كل منا عن المشهد الثقافي والمشهد السياسي وما يجري في كل بلد. طبعا هذا
شيء مهم، ونحن الآن في أشد الحاجة إلى هذه الملتقيات، لأنه نريد كل ما يجمع ما بين أقطار الوطن العربي، ونريد أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يفرق، عن كل ما هو سلبي ربما. وربما نستطيع اليوم أن نقول أن الفجيرة بالفعل أصبحت وجهة لكل مثقفي الوطن العربي الذين يودون إزكاء وتعزيز ذائقتهم الثقافية والفكرية والإبداعية والأدبية. أمجد أكيد ليالي، وطبعا لا شك بأن منتدى الفجيرة الثقافي إن شاء الله سيكون براسا للثقافة العربية والعالمية إن شاء الله. سيأتي اليوم ونفتخر بأجيالنا، ونحن نفخر بكم أساتذة الأدب والنقاد والمثقفين. ولكن طبعا أود أن أسألك دكتورة رزان عن دعم الحراك الثقافي خاصة في الشارع العربي. للأسف كثير من النقاد وكثير من الكتاب والمثقفين يرون أن ما زالت هنالك فجوات، ما زالت هنالك شوائب، ما زالت هنالك مطبات. إلى متى ستزال؟ وما هو دور الكتاب من يعني دمج الثقافة التي تحمل القيم الخلاقة وأيضا القصص والروايات الجميلة التي لطالما تحلمين ونحلم بها أن نقرأها من عصر العولمة وعصر التكنولوجيا اليوم؟ هنالك الكثير ما يحاربنا، ماذا نفعل نحن كمتعطشين لقراءة الروايات وأنتم كأدباء؟ يعني أنا بعتقد أنه هذا عمل مؤسساتي، يعني كما يحصل الآن بالفجيرة وهذا الملتقى الثقافي الذي جمعنا من كل صوب. يعني دائما نقول نحن إذا كانت السياسة تفرقنا في بعض الأحيان، الثقافة لابد من أنها تجمعنا. وطبعا هذا الأمر يعني في بعض الأحيان، مثلا نحن في الأردن في عندنا مشكلة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه تحتاج إلى تمويل مالي كبير. يعني في بعض الأحيان أنت تريد أن تحفز هذا الكاتب من أجل الكتابة، من أجل كذا، لكن أعتقد أنه الفاندينج أو عملية التمويل تلعب دورا في هذا الأمر، والفعل فعل مؤسساتي والقرار سياسي. يعني لا بد أن يكون هناك تنسيق ما بين الفعلين السياسي والثقافي، ويكون في هناك تقارب وتناغم نعم بينهما، حتى نحاول قدر الإمكان أن نرفع من سوية المشهد الثقافي في بلادنا العربية إن شاء الله. إذن المسؤولية أيضا تقع على عاتق الحكومات أولا وأخيرا برأيك. نعم. في تعزيز يجب أن يكون هناك ائتلاف، يعني لا يعمل السياسي في جهة والمثقف يعمل في جهة أخرى. يمكن يعني المتعارف عليه الآن أنه هناك افتراق ما بين الثقافة والسياسي، وأنا أتمنى أن السياسي نفسه يكون مهتما بالجانب الثقافي، وهذا الائتلاف سيحقق لنا مشهدا طيبا. ونحن نحلم أيضا بها بائتلاف قومي على مستوى أكيد. منطقتنا العربية أكيد. ونأمل من ذلك، وأيضا يعني نطلق النداء من خلال منتدى الفجيرة الثقافي، من خلال إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ائتلاف ثقافي عربي قومي للنهوض بأمتنا العربية. دكتورة رزان وزميلي أمجد، فقط اسمح لي أن أشير إلى أننا مساء هذا اليوم أيضا سوف نكون على موعد مع الجلسة الثالثة، الجلسة الفكرية والعصف الذهني الثالث لهذا اليوم الافتتاحي لمنتدى الفجيرة الثقافي، وسوف تعالج موضوع الأسطورة والموروث الشعبي، ولكن هذه المرة في المسرح العربي. مشاهدينا لكل المهتمين بمواضيع تتعلق بمسرحنا العربي، يعني أناديكم وأسألكم أن تتابعوا معنا وأن تواصلوا مشاهدة شاشة تلفزيون الفجيرة، لننقل لحضراتكم كل تفاصيل هذه الندوة التي أيضا سوف نشهدها على هذه المنصة أمامي في القاعة الرئيسية. أكيد ليالي، هذا طبعا ما نتمناه، بأن يتم دعم الحراك الثقافي والشارع العربي على وجه الخصوص لإيصال ثقافتنا إلى الغرب، لإيصال ما هو جميل لدينا من أوطان عربية، من حضارات، من قيم خلاقة، من الكثير من يعني القصص والروايات نحن يزخر بها الوطن العربي. وتحية لكل أديب، وتحية لكل مثقف، تحية لكل كاتب، تحية لكل ناقد وروائي يعمل على إيصال يعني ولو جزء بسيط من ثقافتنا العربية الجميلة ولغتنا العربية. دكتورة رزان إبراهيم، محكم في لجنة التحكيم لجائزة الشيخ
راشد للإبداع فئة الكبار، وأيضا رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة البتراء بالأردن. شكرا جزيلا لك وزيارة سعيدة في عروس الساحل الشرقي إمارة الفجيرة. شكرا لكم، وإن شاء الله أتمنى للفجيرة أن تبقى نبراسا يضيء مش فقط الإمارات وإنما المنطقة العربية كلها. شكرا لكم. شكرا لك دكتور رزان إبراهيم. مشاهدينا، الشعب مجموعة أفراد، والوطن مجموعة مواطنين، والثقافة العربية لا ينهض بها إلا كل فرد عربي.